شكون هو دريس السنتيسي؟ كيف قدم من مدينة مكناس إلى مدينة سهلة وهو لا يملك درهما واحدا؟ كيف تحول من فيدور في فندق ثم طباخ ثم من بعد ذلك في مطعم إلى أكبر مستثمر في مدينة سهلة اللي أصبحت تبيض له ذهبا إلى حدود هذه الساعة؟ إدريس السنتيسي الوجه الحقيقي للطباخ والغاردغور الذي تحول إلى ملياردير يفترس مدينة سهلة. شكون هو إدريس السنتيسي؟ كيف قدم من مدينة مكناس إلى مدينة سهلة وهو لا يملك درهما واحدا؟ كيف تحول من فيدور في فندق ثم طباخ ثم من بعد ذلك في مطعم إلى أكبر مستثمر في مدينة سهلة اللي أصبحت تبيض له ذهبا إلى حدود هذه الساعة، رغم أن المدينة كانت ولا تزال مدينة أشباح، مدينة الجرائم، مدينة البلطجة، حتى سمي يعني في بعض المناطق ديالها يقول الساكنة ديالها داخل مفقود والخارج منها مولود. ما حقيقة علاقته بإلياس العماري المعروف والمثير للجدل؟ شنو هي العلاقة دياله بعلال السكروحي من الذي ينتمي إلى وزارة الداخلية واللي سنتحدث عنه لاحقا بتفصيل؟ شنو العلاقة دياله بعباس الفاسي؟ ما هي علاقته برجال قضاء نافذين في السلطة القضائية؟ في البداية أو نتحدث عن بداية حكاية إدريس السنتيسي، كانت بسيطة للغاية. كان حارس أمن يتكلف بالاستقبال أمام فندق كازابلانكا، من بعدها يمشي لفندق هيلتون الشهير، وبعد حصول ديالو على ديبلوم في مجال الفندقة تحديدا في الطبخ غينتقل للشغال في أحد مطاعم مدينة سهلة. كان ذلك كله خلال سبعينيات القرن الماضي. البداية كما يبدو بسيطة للغاية، الطريق غيكون صعب أمام وفي وجه السنتيسي الفيدور والطباخ. في ذلك الوقت مقارنة مع هذا الوقت، وجه الطباخ والفيدور يظهر متناقضا مع صورته الجديدة اللي غيصبح رجل سهلة الأول. لم يدم الشغال السنتيسي في مهنة الطبخ طويلا، سرعان ما يسلك واحد الطريق آخر اللي يكون مصدر الرزق دياله، لكنه طريق شاق وصعب للغاية. افتح واحد الورشة صغيرة للنجارة في سهلة. الشاب السنتيسي حينها لم يكن لديه مال باش يقتني أو يشري محل يضع فيه آلات النجارة، لذلك لجأ مرارا وتكرارا إلى اقتراء محلات وسط أحياء سكنية في مدينة سهلة. هذا الأمر يخلق لي واحد المشكل اللي هيولي موضوعه شكايات عدة من طرف سكان تلك المناطق في سهلة، وهذه الشكايات تتحرك من طريق حال موظفي البلدية لإغلاق محله مرارا وتكرارا. هاد العثرات في بداية مشوار السنتيسي خلات يفكر على شي طريق تكون أكثر اختصار للثروة وصناعة المجد وجني المال. هذه الطريق هي طريق الإدارة، وبتعبير أدق السياسة. هذا الطريق المختصر هذه يقوده رفقة أخيه اللي هو كي تعتبر رفيق الدرب دياله في هاد الزواج، زواج المال بالسلطة إن صح التعبير، وهي حلقة من الحلقات اللي كنا بديناها شحال هذه وتحدثنا فيها واحد مجموعة ديال الشخصيات في المغرب، كيف أصبح رجال الأعمال يعني لهم علاقة بالسلطة ومتحكمين في مجال السلطة. ومن ضمنهم هاد الشخصية اللي كنتحدثوا عليها الآن البرلماني الحالي إدريس السنتيسي ورفيق دربه عمدة سلا حاليا عمر السنتيسي. قلنا هذا الطريق المختصر سيقوده رفقة أخيه إلى إحدى المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء. هذه المؤسسة سميتها ليراك، اختصارا سميتها ليراك، والتي تحولت سنة 2006 إلى شركات مساهمة جهوية تسمى شركة العمران. فهذه الشركة سيتم إسناد مهام للسنتيسي، هي مهام مالية في إدارتها، اشتغل فيها حتى بداية ثمانينيات القرن الماضي. بعدها مباشرة تم اعتقاله رفقة شقيقه بسبب اتهامه من طرف هذه الشركة بتلاعبات مالية مشبوهة
في خزينة هذه المؤسسة التي كان يعمل فيها. هيتحل الملف ديال إدريس السنتيسي والشقيق ديالو عمر على محكمة العدل الخاصة، لكن بقدرة قادر وبدون أن يفهم أي شيء أطلق سراحه في ظروف غامضة غير معروفة لحد الساعة. كيف أطلق سراحه؟ لا أحد يعلم. من أطلق سراحه؟ لا أحد يعلم. أسئلة كثيرة لا أحد يستطيع الإجابة عنها إلا أصحاب القرار أو من أطلق سراحه أو الجهة التي أطلقت سراحه. بعدها هذا يبدأ واحد مسلسل آخر من سيرة هذا الرجل الأول بدون منازع، رجل سلا الأول. خرج السنتيسي من السجن وكأن شيئا لم يكن، هيبدأ حياته من جديد في صمت، لكن بسرعة البرق عبر الانتقال إلى مجال آخر بعيدا عن الطبخ بعيدا عن النجارة، لكن هذه المرة من خلال الاستثمار في مجال خصب، مجال يبيض الذهب، مجال يستنزف جيوب المغاربة، مجال يلعب فيه رجال الأعمال ورجال السلطة وبعض الوزراء يلعبون فيه على وتر حساس جدا اللي هو أبناء المغاربة. هذا المجال هو مجال التعليم الخصوصي، وما أدرك ما مجال التعليم الخصوصي. هيقوم ببناء مدارس عدة في حي السلام في سلا، بالضبط في مقاطعة بطانة، وبالتحديد سنة 1981. أي شكل المشروع اللي ديال السنتيسي اللي هو مجال التعليم الخصوصي، بداية من أجل نسج علاقات مع رجال السلطة، وبداية العلاقة الغرامية بين رجال السلطة وبين السنتيسي وبين رجال السلطة والمتحكمين في تدبير أمور مدينة سلا. وكما تعكس الوثائق التي تشير أو التي حصل عليها موقع ريحانة بريس، وهي وثائق بالعشرات، أقول ليس مجازا ولكن حقيقة هي وثائق بالعشرات. هنا أفتح قوسا مهما، قبل أيام قليلة، يومين أو ثلاث أيام، صدر السنتيسي بلاغ بعد نشر الموقع ديال ريحانة بريس حلقات حول السنتيسي. غينشر واحد البلاغ عن طريق هيئة الدفاع ديال المحامين ديالو، كيقولوا فيه أن السنتيسي سيلجأ إلى القضاء، ونشروا في مواقع كثيرة إلكترونية، يعني جراد من المواقع الإلكترونية، على أساس أن السنتيسي سيرفع دعوى قضائية وسيقاضي القنوات الإلكترونية التي تشهر وتقذيف إلى غير ذلك من الاتهامات المعروفة لدى من أراد أن يزوج بأحد في السجن. وقال بأن في هذا البلاغ أن الكرامة ديالو تمسات هو والعائلة ديالو من هؤلاء الجرائد الإلكترونية بدون وثائق أو أدلة. نقول للسنتيسي من خلال هذه الحلقة الأولى في سلسلة زواج المال والسلطة اللي كنا بديناه كما قلنا مدة وصلنا فيه الخمس حلقات بعد الشخصيات المعروفة، من أراد ذلك فليرجع إلى قناة ريحانة بريس باليوتيوب أو إلى موقع ريحانة بريس الإلكتروني. نقول له أننا نملك وثائق كثيرة جدا تعود إلى سنوات خلت منذ سبعينيات القرن الماضي وثمانينيات القرن الماضي وتسعينيات القرن الماضي وحتى الألفية الثالثة. لدينا عدة وثائق وما زال العاطي يعطي كما يقال. لدينا عدة أشخاص اتصلوا بنا بعد نشر حلقات في سلسلة في موقع ريحانة بريس، حلقات مكتوبة وصلنا فيها للحلقة السادسة أو الحلقة نعم الحلقة السادسة. اتصلوا بنا مجموعة ديال الشخصيات، مجموعة ديال المواطنين الغيورين في مدينة سلا، مجموعة ديال الناس اللي باقي في السلطة إلى يومنا هذا، من أجل مدنا بواحد مجموعة من الوثائق التي تدينه في هذا حتى في هذه السنة. فإذا كنقول للبرلمان ديال السنتيسي، كن مرتاحا، إذا أردت اللجوء إلى القضاء فأهلا وسهلا، فنحن نملك أدلة قوية على تورطه في نهب، أقول نهب مدينة سلا. قلت هذه العلاقات التي نسجها السنتيسي يعني تعكس عملية اقتناء، أو الوثائق التي يملكها موقع ريحانة بريس تعكس عملية اقتناء قطاع أرضية في حي السلام، الحي الذي يقطنه أثرياء مدينة سلا، بمساعدة عامل صاحب الجلالة
في مدينة سلا في تلك الفترة، والتي كانت تربطه علاقة، علاقة صداقة قوية، علاقة متينة بالسنتيزي. بل أكثر من هذا، عامل صاحب الجلالة، المفروض فيه أنه يمثل صاحب الجلالة في عمله، وأيضا هو ابن مدينة مكناس التي خرج منها السنتيسي ذات يوم خالي الوفاض. أسس السنتيسي مدرسة للتعليم الابتدائي، لكن سرعان ما توسعت وتحولت إلى مجموعة مدارس كثيرة أسماها مدارس الأمانة، هي معروفة في مدينة سلا وفي مدينة الرباط للتعليم الابتدائي والثانوي. ثم توسع النشاط بعد ذلك ديال المدارس التعليمية إلى إنشاء مدرسة أسماها ليناب للمعلوميات، وإلى توسيع قاعدة مدارسه. أي استفد من طبيعة الحال كما قلنا من مساعدة عامي صاحب الجلالة السابق طيلة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي في عهد الراحل الحسن الثاني رحمه الله. فكما تشير الوثائق التي لدينا، فقد سنده في تجاوز تصاميم التهيئة وفي إقامة مدارس فوق مناطق خضراء في ملك الدولة المغربية، يعني كنتحدث الآن عن سرقة وجريمة مكتملة الأركان في مدة زمنية وجيزة. سيصبح لدى السنتيسي مجموعة مدارس كبرى، فضلا عن أزيد من 40 سيارة في تلك الفترة. والآن يعلم الله كم من سيارة نقل لنقل التلاميذ الموزعين على أحياء مدينة سلا بأكملها، بالإضافة إلى مساعدة العامل ابن مدينته له في توسيع شبكة مدارسه. أيضا سخر له العامل البنية التحتية على مقاس السنتيسي عن طريق ربط مجموعته المدرسية بطرق تصل هذه المؤسسات بعضها ببعض وبجل أحياء مدينة سلا، كل ذلك من ميزانية ساكنة مدينة سلا. نكتفي في هذه الحلقة بهذا في حديثنا عن بداية السنتيسي، كيف سيتحول من طباخ وغارغور إلى ملياردير تحكم في مدينة سلا بأكملها. وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.